علاش ليه؟ رتن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الويكاند. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على تكنيك اللي نستعملوهم باش نضعفوا، وخاصة يلزمنا نعرفوا لي تكنيك هذوما نلقاهم كان عند الأطباء. نفسر لكم بعد شوية كيفاش، كيما باش نتعرفوا على يونيفرسيتي إيزات اللي تخرج مهندسين دونك في الطيران وغيره. دونك بعد شوية باش نتعرفوا على اليونيفرسيتي هذيا. شوفوا بوكي وعيد الحب باش نحكيو على كيفاش نحفظوا الخضرة نتاعنا في الفريجيدير، باش نتعرفوا على لاغين بيو اللي هي برودوي بيو، دونك باش نتعرفوا عليه زادة كيف كيف. دونك عنا برشا جو عنا كان ما نحكي، وخليكم معنا ما تبدلوش القناه. ومع بعضنا نقولوا مرحبا الشيف سامي. مرحبا فاتومه، مرحبا بضيوفنا، تبارك الله كما قلت اليوم بزيد. دونك لازمنا نطيبوا بزيد اي شيء ماله ندلوهم، لازم ندلوهم. دونك اليوم عندنا ان شاء الله المقرونه باش نعملوها بالمول والسوبيا، معها هي الفولوفون زاد بطن والفخوماج، وعنا ان غراتان بالخضره سفناريه وقرع اخضر، وبالطبيعه الحاجه الحلوه اليوم اخترت الكيك مغبغي من عند سمارت شيف. دونك اقعدوا معنا وما تبعدوش. يعطيك الصحه شيف. خلينا نشوفوا تويكا سبوت الخاصه بيولانج، البرودوي هذايا اللي لازمنا نستعملوه نلقاوه في كل دار وفي كل شركه وفي كل ما تقولوا حاجه بروفيسيونيل وحاجه دوميستيك. دونك دي برودوي من شركه 3 بي، دونك عندهم اكثر من 30 برودوي للتنظيف للتعقيم وبرشا حاجات كتباعا في حلقتنا اليوم باش نتعرفوا على برودوي في برومو. تاخو اترتين تاخو زوزي تريد زاد اخرين ابلاش، هذا تعرف عليه بعد شوي. ما تويكا خلينا نشوف سبوت ونرجع. بيولانج يسهلها عليك بتركيبته جديده اللي تحافظ على الالياف باش الحوايج تعيش اكثر وتقضي على البقايا الصعيبه، اما الريحه نخليكم تكتشفوا البنه. بيولانج شنو هو السر؟ دونك هذه كانت سبوت الخاصه بيولانج، بعد شويه نزيدوا نحكيوا عليها. دونك لي برودوي ولي برومو الموجودين معاهم. خليني تويكا نرحب بضيفاتي المنورين بلاتو الويكاند. نبداو نرحبوا مدام عائشه بن عماره اللي هي ممثله عن جامعه ايزات. مرحبا بك مدام. مرحبا عائشه. الحمد لله. عائشه بن عماره مديره عامه في المدرسه العليا للطيران والتكنولوجيا ايزات يونيفرسيتي. اليوم باش نحكيوا على ايزات باش نعرفوا عليها باش نشوفوا شنو فيها وعلاش يلزمنا نمشي ونرسموا صغيراتنا اللي يحبوا يكونوا ديزانجينيور مهندسين في الطيران وغيره في الايزات اللي هي الاولى في افريقيا الحاجه والوحيده حاجه هيله برشا ونفرحوا اللي حاجه تونسيه هكا جامعه تونسيه بالقيمه هذه. مدام بن عماره دونك نرحبوا بك بيان سور بالدكتوره وفاء سعيد اللي هي طبيبه اخصائيه في التغذيه. مرحبا بك مدام. يعيشك عايشك. مرحبا بالمشاهدين الكل. اليوم باش نحكي واحنا على التقنيات الطبيه اللي تعاون العبيد باش تضعف مع النظام الغذائي، وتقنيات هذوما الطبيه اللي نلقاوهم كما توا قلت لك عند الاطباء عند الاطباء خاصه، وهو قلنا طلب جماهيري هذا لازمنا طلب جماهيري وسلوات باهيه، فما اللي يحب الجراحه وفما اللي يحب التكنيك هذوما باش يشوف الافيكاسيتي نتاعها. هذوما ديما تقنيات قبل الجراحه. ديما نخليو اخر حاجه اخر ركور ديما الجراحه، حتى الاطباء ديما ينصحوا اخر ركور هو الجراحه. فهمتك. بيت انا تعرف عليهم بعد شويه التكنيك هذوما. نرحبوا مدام سهيره بكر اللي هي صاحبه بيان سور البراند بوكي. مرحبا بك. مرحبا فاطمه. اليوم باش نحكي على سيمين دامور شي بوكي à l'occasion de l'anniversaire بوكي اللي هو يقابل مع عيد الحب. بروموسيون هايله باش نحكي عليها الحلقه هذه ان شاء الله. باهي برشا. دونك نرحبوا زاده بنسرين ترابلسي اللي هي صاحبه الارقام ملكه الارقام طلب جماهيري حتى انت يا نسرين. كل مره يقولنا وين نسرين بالجمعه هذه جات والجمعه جاي ما جاتش وكل شيء. دونك واليوم باش نزيدوا ندلوا الساده المشاهدين خاطر باش نحكيوا على رسالتك في الحياه. شنو هو الرساله الاساسيه الاولى حسب تاريخ ميلادك اللي هو من خلال المسار الحياه؟ هاي البرشا فما رساله كل واحد فينا كل واحد جاي بمهمه في الارض. دونك اليوم باش نحكيوا عليها. باهي برشا. دونك هذا شنو باش نحكيو في الجزء الاول من برنامج الويكاند. خلينا نمشيو بحذا الشيف سامي.
نبدا برسالتي زاد انا اليوم الروسيت الاولانيه في البرنامج نتاعنا، باش نبداو بالمقرونه بالساش والمول. اول حاجه جوست حطيت شويه زيت وباش نقلي الساش نتاعي لين نسيب الماء نتاعو بالطبيعه والنكهه نتاع الساش. جوست باش نفوقو بشويه ملح. يبدا يسيب الماء وقتها باش نزيد الطماطم. اليوم كل شيء فري، معناتها فلو دو مير حتى الطماط اللي اخترناها من عند سيكام. اخترت زوز انواع، انا عندي هذيا الكامله المقشره واللي اون كوب، ومعها هي زاده اللي مفوحه بالثوم، زاده كيف كيف مقشره ومفوحه بالثوم. نعرفوا اللي الثوم يجي برشا مع الفرويد مير، دونك نستحقوها. كيما تشوفوا الثوم يبدا لونها يتبدل، بدات تتسيب في الماء نتاعها. دونك مانيش باش نزيد برشا ماء خاطر زاده الطماطم كيما تشوفوا فيها الماء، باش نزيد شويه طماطم خاطر كيما قلنا باش نعملوا بزيد لون كونتيتي باش ندلوا الضيف نتاعنا. والتوازويزة لازمة نعمل مغيرفة من هريسة سيكام ومن بعد نشوف كان نزيد ولا سي بون. دونك توا هذوما باش نخليهم يغليو في عقلهم، ومن بعد كان نقص من الماء نزيد جوست شوية ما نكثرش، ومن بعد نصمتوا المقرونة بالطبيعة باش نسوتيوها الكل مع بعضها. دونك أنا باش نكمل توا الروسيت الأولانية ومن بعد نرجعوا نشوفوا بقية الوصفات. يعطيك الصحة شيف، باقية من الماكلة وباش نخليوكم تاكلوا على راحتكم أو تاكلوا كيما تحبوا الماكلة هكا ولا مدام عايشة، أما باش نقول لكم لي تكنيك ممكن اللي تنجم تساعدكم باش تضعفوا ولا باش تحافظوا على السيلويت نتاعكم هكا ولا دكتورة. احنا اللي باش نحكيو عليه اليوم هو باش نعاونوا العبد اللي بدا في نظام غذائي، مش معناتها راهو الهذوما العبد في كيلكو سيونس باش يضعف. لا، احنا هذا الكل ديما تابع نظام غذائي. بعد ما عملنا النظام الغذائي نتاعنا ووصلنا بلوز او موان للبوا اللي نحبوا عليه، وديما هذايا نتابعوا مع طبيب، سورتو كان العبد عنده امراض لازم ديما يكون تابع مع طبيبه. لي تكنيك هذوما يعاونونا للعبد اللي قعدت له شويه نقولوا احنا شحال مركز في بلايص معينه، مثلا منهم الكرش والا الجناب اللي هي فورمه معناتها حتى كي يضعف ما تتنحاش بسهوله، فهمت؟ فما دو تكنيك هما اللي نستعملوا فيهم الاكثريه، هما ليبوكافيتاسيون اللي هي تقنيه تعمل كيما هكا دي بول دير في وسط الخليه نتاع شحم واللي فيت كسرها. دونك هذوما راهم تكنيك مستعمله عندها عشرات السنين واللي هي اغري معناتها باغ الاف دي اي، احنا هذه اكبر منظومه عالميه للطب معناتها للتقنيات الطبيه. فهمتك. باش تكون زاده ماهيش معندهاش دي دانجي على الصحه نتاعنا، وعلاش العبد ديما يقول هذوما راهم تقنيات طبيه. يستعملهم كان الطبيب. هو نورمالمون يستعملهم كان الطبيب. فما شكون يستعملهم مش طبيب. والله فما الحق، وديما العبد لازم المستهلك يكون واعي اللي لحكيت هذوما راهو صحتنا فيهم. معناتها راهو ديما فما زاده دي كونتر انديكاسيون، معناتها فما لا قدر امراض والا ساعات المراه الحامل والا اللي ترضع والا العبد اللي عامل بيس ميكر مثلا، هذوما حاجات تمنع منعا باتا اللي هو يعمل لي تكنيك هذوما. فما هذه اللي تنقص من الكوندنساسيون تاع الشحم في بلايص معينه، وفما دو تعتمد على الحراره ولا تعتمد على البرد التقنيه؟ لا هذه سخانه. لا سخانه هذه، ولي دو لي دو هذوما الراديو فريكونس والليبوكافيتاسيون زوز سخانه. الليبوكافيتاسيون باش تكسر اكثر الشحم، فلذا هذيك نضعفوا بها اكثر في البلايص اللي لوكاليزي. الراديو فريكونس اللي هي تنجم تكون يا اما نبداوها في اول العلاج والا اخر العلاج. اول العلاج اذا العبد ضعاف كما هو يحب
اما الجلده قعدت مترهرها شويه، والا البلاصه ماهيش كوندنسي مش حاجه كبيره. نجم وقتها نعطيوه البوسيبيليتي نتاع الراديو فريكونس. وشكون اللي يختار بين التقنيه الاولى والثانيه؟ الطبيب والا المريض حسب البيدجي نتاعو؟ هذا هو البيدجي إلي براتيكمون لو ميم، معناتها نفس الحاجة. أما علاش لهنا معناتها نقول راهو طبيبك يعرف أكثر شنو هي التقنية اللي تتماشى مع نوع البدن نتاعك، هو اللي يتبعك في مثلا النظام نتاعك الغذائي، دونك راه بدنك كيفاش جاوب وتجاوب وتفاعل مع النظام الغذائي، فهو أكثر عبد ينجم ينصحك وينصحك معناتها انهي التقنيه اللي تتماشى اكثر مع بدنك انت. به التقنيه الاولى والثانيه شكون البدنات اللي تتماشى معهم؟ لو تعطينا فكره مثلا، ديما السؤال اللي تطرح يقول لك به قداش تنقص لي هذه باش انا نمشي لها؟ هي توصل 1 سنتيمتر كيما نشوفوا تروا شويه هوني توا في هذوما، هذه مثلا بعد اربع حصص. راهو يوصل بال 3-4 سنتيمتر اللي هما تصور هذيا في اليد إيه. راهو معناتها راهي تبدل حتى التاي نتاع اللبسه. نوصلوا في الابدومين نوصلوا بال 7-8 سنتيمترات. هذا نحكيو ديما اقل حاجه 5 حصص. باش نبداو واضحين معناتها، وما نبداوش نبيعوا في حاجه خياليه وهميه. هذه مثلا سيانس كهو، هذه راديو فريكونس اللي هي اول حاجه عطاتها هي شطنه تنجم تشوف الكرش الحمل. مش معناتها راهي نقصت في لي سنتيمتر، اما هذه نشوفوها الاكثر في الاسبي فيزوال تاع الكاليتي نتاع الجلده اللي هو روه برشا بعد الحبيله. المرأة بعد ما تولد نجم تضعف وكل شيء، وتقعد لها الكرش الجلدة نتاعها مترهرها شوية. فهمتك. به وديما يقول لك مثلا انا باش نجي نعمل التكنيك هذوما نكمل نعيش حياتي عادي، والا جو ريسك معناها انه انا نرجع نسمان؟ شوف هما لي تكنيك هذوما راهم لابور اللي يعطيوه حتى كي تعاود ترجع تسمين، هما سي ان ابور موجود وما يتنحاش. اش معناتها؟ احنا اون ستيمولي دي سيلول تحت اللي موجود تحت الجلده اللي هكا ولا هكا عاودنا حييناهم، عملنا اون اوتر ملتيبليكاسيون، دونك هكا ولا هكا لابور اللي باش تعطيه حتى كي رجعت سمنت باش تقعد الكاليتي نتاع البوخي. السمن باش تهزو من بلايص اخرى اقل ما البلاصه هذيك تخيتي. علاش؟ خاطر احنا ديما نقولوا الخليه الدهنيه تجلب الخليه الدهنيه، كي نكسروا احنا بلاصه نقصوا منها خلايا ينقص جبدين الاخرين. فهمت كيفاش؟ هو سي تانيمون لا غريس تجبد اخيتها. فهمت. كي انت تنقص من اون زون تنقص اوتوماتيكمون البريز دو بوا غادي. فهمت. بي هذه معاه ريجيم مدام كيما قلت لنا، معاه نظام غذائي كل حد وكيفاش بدنه. هو ايديالمون ديما راهو العبد ينصح بنظام غذائي، ومش لازم نقولوا ريجيم، راهو نظام الغذائي نظام معقول. حياتنا الكل معقول، نجموا ننصحوا نشربوا برشا ماء. راهو ديما العبد لازمو ايترا ونص فواغ دو لتر دو باغ شور، هيك لادولت لازمينو. يمارس رياضة، مش لازم تكون رياضة راهي في القاعات الرياضة، تنجم تكون العبد يمشي نفاي ساعة في النهار باهية للسيركولاسيون نتاعنا ولبدنا الكل. ومع هذاك نكونوا عندنا نظام غذائي معناتها اكيليبري. به صغيرات ساعات نلقاو صغار عندهم معناتها بشحمهم شويه معناتها سمان شويه، دونك ينصح يستعملوا التكنيك هذوما؟ هذوما لي تكنيك هذوما اونيكمون للادولت، ادولت او دولا دو 18 ans افيك ان كونسونتمون. احنا في الطب ان توكا ديما بالكونسونتمون اكليري، فما تحاليل وفما نعملوا تحاليل ونفسر له لي تكنيك هذوما ونعطيه زاده لي كونتر انديكاسيون. راهو كانك حبله كانك ناوي على حبيله، حاجات كيما هكا لازم العبد يفسرهم للمريض اللي قدامه باش يعاونه واللي يختار احسن تكنيك، مي ان ميم طون يكون ان ادولت. احنا اون نو في با سو جونغ دانترفونسيون بور لي زانفون. باهي يا برشا. خليني توا نشوف راي ميزانفيتي. مدام عايشه حكينا بكر في الكوليس، قلت لي انا من الناس اللي ديما نعمل ريجيم وما نكملش فيه ولا ما يعطيش معايا، وفرحتي انه فما دي تكنيك هكايا موجود في تونس. فرحت برشا وقاعده نتبع من قبيله، نقول جو سوي لا بروميير افونيغ وجادير انورميمون انه يكون طبيب
يتبع الحكايات هذوما خاطر اون بو با لو فير نامبورت او ولا نامبورت كومون. الحاجه المهمه اللي قالتها انه سي اغري معناها ميديكالمون اغري بار اون كان الطب اللي اي سي تري امبورتون. هما لي زاباري يفرقوا علاش نقول عند الطبيب راك فوزيت سور اللي لاباري هذاك سيرتيفي ميديكال. مش معناتها هما لي سيرتيفيكاسيون تكنولوجيك موجودين في اي اباري تلقى سيرتيفيكاسيون مثلا سي او هذيك سيرتيفيكاسيون اوروبيان. هذوما سو سون دي تكنيك سيرتيفي اوروبيان ميديكال. مش معناتها راهي سي با اون تكنولوجي كيما ميكرو اوند ولا باتور ولا سي با سو جونغ لا دو تكنولوجي سي ميديكال اي دونك سي سيف. هذوما تلقاهم عند الطب. مالوغوزمون في الـ في الـ في السوق تلقى برشا حاجات وانواع نتاع ماكينات انواع نتاع ماكينات لي دو تكنيك هذوما مدام نستعملوهم كان في اليد وفي في الكرش بركه ما نستعملوش في الدقنونه في الظهر ساعات تلقى غريس في الافخاض هما خاطر هذوما دي تكنيك بلو رار اللي تلقى لا غريس لوكاليزي معناتها اكثر اللي بلو فريكون اللي نلقاو فيه هو الكرش هو الجناب شويه الزنود مي نستعملوه زاده في دوبلومون طون ويعطي دو تري بون ريزولتا ونزيد وقتا ناكد اللي راهو تحت تحت لهنا فما تتعدى تيرويد وفما بوكو دو فيسو دونك اللي ما يعرفش الاناتومي ما يستعملهمش يستعملهمش على على عبد اللي هو ينجم يضر له صحته لا قدر فما غده لهنا وما العبد ما يلزموش يستعملها هكاك وي لازم ديما مع طبيب نسري انا جوست حبيت نسالها اون فيت فما شكون ينجم يعملهم وبعد باش تحبل مثلا وبعد باش تولد اسكو تعاود من اول وجديد ولا هذاك يقعد هو معناها قبل الحبيله ما هو قبل الحبيله تنجم تعاون فما برشا زاده عندهم تكيس يلزم ينحيوا الكراس في الكرش صحه غيالمون اكثر من اكثر الحاجات اللي الحالات اللي قاعدين نشوفوا فيهم فما برشا بنات ونساء اللي قاعده تحاول في الحبيله تلقى عندها فوالا لي زوفير بوليكيستيك وجينيرالمون تبدا في سندروم كامل اللي هو من اصله تلقى عندها الكرش بارابور لبدنها يبدا بدنها ضعيف وعندها كرش تعاونها برشا وفما برشا حالات في العياده نتاعي نتاع او كونتخيغ عاونتهم وحتى لي جينيكو راهو ينصحوا بهم باش العبد ينقص شويه من الشحم اللي اوتور دو خاصه اللي تمشي ديريكت للشحم معناها مي علاش نقولوا نزيد نعاود نقول راهو فما اعضاء ورا الكرش راهو فما وراك الشحم هذيك فما اعضاء دونك العبد لازم يمشي فما ان اونجل نخدموا به وفما دي تكنيك اللي هما كي تعرف انت عند الطبيب تعرف روحك ما عندكش اختار باش تستعمل لي تكنيك هذوما باهي سهير انا نصور هذا حل معناها حل بالحق هي للنساء اللي بعد الحبيله انت قبل على قبل بالحق اللي بعد الحبيله نصور عندهم برشا مشاكل اي سورتو الترهلات اللي موجوده اللي يعمل سيزاريان بالحق يعني وبرشا بالحق حاجه هايله على الاخر وانا ديجا مش نفكر فيها اي فكر اي كلهم مش يفكر ما دام هي سورتو بعد الحبيله كي الغلاشمون هذيك الراديو فريكونس تعطي بالحق حاجات حتى من المراه معناتها تحس حتى مورالمون تتبدل المورال نتاعها سي امبورتون زاد بعد قداش مثلا من الاولاد لازم نمشي شوف كل معناتها انت والفتى انت ولا كيفاش الوليده الوليده الطبيعيه راهو حتى بعد اربع شهور نجموا نبداو نعملوا لي تكنيك الا كان ماهيش ترضع لكن ترضع اون ريسبكت البيريود داليتمون نتاعها والمراه هي ترضع سي اون كونتر انديكاسيون والمراه سيزاريان ست شهور سيزاريان ست سي موا باش ترجع للاغضاء بدا في بسيطه باش انت تستعمل لونغ اللي حكيت لنا عليه اللي فقط فاطمه فيما بالقديم الجديد شوفوا دكتوره انا تشتقني عندك كابيني بحذاك دوكا ميرسي مدام على المعلومات هذه الكل ميرسي بالحق خاطر برشا ناس يبعثونا يقولوا لنا نحبوا نعرفوا اكثر على كل ما هو تجميل وكل ما هو يهم صحتنا دونك هي برشا ويعطيكم الصحه الاطباء اللي تعادوا معنا الكل في الويكاند خليني زاد نحكيو الاستثمار الاخر نستثمروا في صحتنا ونستثمروا في قرايه صغارنا نستثمروا في مستقبلنا دونك هذاك علاش معنا اليوم اليونيفرسيتي ازات اللي اليوم باش نتعرفوا عليها اليونيفرسيتي هذه اللي هي الوحيده والاولى في تونس وافريقيا وهذا ديجا شرف كبير دونك نعطيك الكلمه مدام بن عماره باش تزيد تفسر لنا شنو اليونيفرسيتي هذه وشنو فيها بالضبط كوم فيليير
ليزات يونيفرسيتي المدرسه العليا للطيران والتكنولوجيا اللي لها اكثر من 20 سنه تخرج في مهندسين. في الميزات نتاعها او الميزات هما الميزه انها الاولى والوحيده والطيران الكلنا واحنا صغار نحلموا باش نكونوا مش خايف نطلع في طياره مش حتى وبيلوت وكل شيء مي هو لو كور لو بلوز امبورطون تاع لافياسيون هو الانجينيور ان جينيرال سونز انجينيور يا با دافيون يا با بيلوت اكسيتيرا اكسيتيرا دونك احنا نكونوا مهندسين في الطيران دونك مهندس طيران انجينيور ايرونوتيك ونكونوا الانجينيور جيوماتيك دونك الانجينيور جيوماتيك زاده حاجه مهمه زاده في حياتنا اليوميه والعاديه على خاطر ما فما حتى شيء نجم يقدم في الانفيرونمون من غير الجيوماتيك اللي هي سي لاناليز دي دوني اي لا كوليكت لاناليز دي دوني جيوغرافيك اي كارتوغرافيك باش نجمو نقولوا منين يتعدى الماء اكسيتيرا كو سو سوا بار دي ساتيليت كو سو سوا بار دي جي بي اس بار افيون بار وفيه برشا سباسيال زاده لا جيوماتيك عندنا لو ديبلوم الميزه نتاع ليزات انه لو ديبلوم الي اكريديتي لابيل لو ريس اش معناها؟ معناها سي ان ديبلوم اوروبيان دونك لايرونوتيك الي اكريديتي لابيل لو ريس la géomatique, il est en cours d'accréditation. Et on a aussi la filière informatique. En fait, on a beaucoup de filières où tout le monde se différencie dans la chose. Dima l'ESAT, en fait, le fondateur de l'ESAT, il est déjà ingénieur, pilote, instructeur, donc il a les compétences pour وقت اللي كانوا قبل يبعثوا ولادهم للخارج اون جينيرال اوز ايتازوني باش يقراوا بيلوتاج ولا انجينيوري قال علاش اون فان كونت ما نمكنوش ولادنا احنا في تونس باش يطلعوا من بلادهم ديريكتومون هذه سي اون فيغتي بور لا تونيزي انهم يطلعوا مهندسين في الطيران والا بيلوت دو ليني والا ميكانيسيان افيون والا جيوماتيسيان ولا انجينيور انفورماتيك زاد كيف كيف فيها ميزه زاد الانجينيور انفورماتيك في ليزات C'est un diplôme accrédité label RACE, c'est un diplôme européen. NSNE, par exemple, Kharajna à peu près 29 ingénieurs Kharjoul Barra pour le projet de fin d'études avec plus de 80 000 euros de bourse, bourse européenne. يمشيوا ان بو بارتو هذا تسهيلات منكم انتم لانكم عاملين اتفاقيه اون ا بوكو دو بارتناريا في الايرونوتيك جيوماتيك دون توت لي فيليير معناتها مش باش نجي نقرا وكاها وباش ناخذ شهادتي زاد تعاونوني باش نلقى خدمه لبرا ونمشي نعمل حتى دي فورماسيون اكزاكتومون هو كونت يل فون بور فير لور بي اف اون جينيرال مالوروزمون بور لا تونيزي يل نو روفيان با سوا يل زون ان بوست سوا يل زون اون اوتر بورس منها اخرى بور لو ماستر Donc en général, ils décrochent ça via le Monav Maria Bidha, Ma Lezat. Le plus important, c'est l'encadrement de l'étudiant. Déjà, le fait, et nous, ingénieur aéronautique, géomatique, ma femme a qu'un fait Lezat, nous y donnons à l'ingénieur informatique, on sait tous, Tawali, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est IT, très important de nos jours, ou Kul Haja, elle lit l'autre. En fin de compte, fait la nouvelle filière m'tana khatr, Kul Kail, ingénieur informatique, mais aujourd'hui partout. Le mise en les et nous déjà le partenaire chinois. Donc tu peux avoir un diplôme chinois et un diplôme tunisien. Mais en plus, quand tu obtiens ton diplôme d'ingénieur informatique, tu obtiens avec des certifs. Les hommes les certifs, le bar ou très très cher. Ça c'est intégré dedans. Tu m'as déjà été par la formation. La formation, elle est sur 5 ans pour l'ingénieur. C'est possible d'intégrer les AT 2 ans préparatoires. Ensuite, il y a 3 ans d'ingénierie, ou sinon, tu vas aller faire pilote de ligne chez notre partenaire, l'Airline Flight Academy, et le Moïse Sawabidou. Tu peux être pilote de ligne, tu peux être mécanicien avion. Vous êtes une chose importante pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas leur bac. Ils ont quand même l'opportunité de travailler dans le monde à travers une formation, l'ATE, agent technique d'exploitation, chef avion. Donc, ils ont cette possibilité-là, même sans bac, avec le niveau bac ou sinon agent d'escale. Ou les agents d'escale, femme possibilité. Agent d'escale, oui. Agent le niveau bac, il y a la formation agent d'escale. احنا تلامذتنا كي يجيو ما يجيوش يقراو برك يجيو يقراو يجيو يا بوكو دو كلوب اي بارتيسيب ا بوكو دو تشالنج بوكو دو كومبيتيسيون يربحوا يوصلوا للثوازيام بلاس اون ا بوكو داكتيفيتي اون دون اوسي لوبورتونيتي للتلامذه نتاعنا باش يطلعوا في طياره كيف ما قلت لك احنا صغار الناس الكل تحب تطلع في طياره دونك كوم اون ا دي بي موتور اي دي مونو موتور نعملوا دي سورتي افيك سي بتيز افيون لا
Franchement, c'est bien. Mmh. L'encadrement, il est bien. La formation, elle est accréditée. Qu'est-ce que la formation, madame? Si vous avez un bac, ou un bac, ou un bac science, on peut dire. Mais ils ont un bac scientifique, ils peuvent intégrer les AD pour le cycle ingénieur, c'est 5 ans. 5 ans. Partout, 2 années préparatoires intégrées, plus les 3 années cycle ingénieur. Pour ceux qui vont aller faire le pilotage de ligne, donc 2 années préparatoires, 1 année ATPL, on bat selon le nombre d'heures, en général c'est en 1 année et demie. Le mécanicien avion, c'est en 3 ans. L'ATE, l'agent technique d'exploitation après le bac, c'est 1 année, 9 mois de théorique plus 3 mois de stage trouvé par l'institution. L'agent d'escale, 4 mois. Donc en fait, il y a un peu de tout et c'est extraordinaire. Surtout, surtout ceux qui ont la bourse et qui partent, où ils y vont. C'est important quand tu les vois, les Méchil Malaga, les Méchil Madrid, les Méchil Séville, les Méchil France, les Méchil Turquie, les Méchil où tu trouves la main, ils sont super contents. Des partenariats avec des universités importantes en Europe, qui font le Polytechnique, par exemple, que ce soit à Madrid ou à autre, c'est très très important d'avoir ce genre de partenariat. Et en plus, ils vont avec, avec la formation ESAT. C'est une formation موا صفات العالميه والاوروبيه. به لهنا كي نحكيو ما نحكيوش كان تلامذة ولا معناتها توينسه كهو اللي يجيوكم في ليزات، نلقاو نحكيو على اي حد يحب يعمل فورماسيون هذه من العالم ينجم يجي ليزات. اكزاكتومون، اي اون ايو دي ستوديون اللي يجيو من فرنسا، خاطر في فرنسا الانجينيور ايرونوتيك غالية سي تري تري شير، دونك كوم لو ديبلوم اللي اوروبيان جاو من فرنسا قراو عنا ورجعوا لفرنسا لبلادهم وخدموا غاديكا. وي اكزاكتومون. كيفاش نجموا نتصلوا بكم الناس اللي مثلا تويكا يعدي في الباك ويحب والا اقل من الباك ويحب زاد يعمل فورماسيون هذيا، للناس اللي تحب تجي ليزات وتتعرف وممكن يعملوا لانسكريبسيون، كيفاش يتصلوا بكم؟ هما يبوف نو زابلي على 71 940 422 والا 51 741 171، يجيو سينون على ادريس 15 نهج المعمل شرقيه 2. Ou pas. Il faut surtout, surtout suivre les pages Facebook, Instagram, les updates au jour. ESAT University. فما ديما نقولوا احنا الباك التونسي والباك ما نعرفش انا حد ليبي مثلا يتفرج فينا وياخذ الباك نتاعو ينجم يجي يقرا. وي يبوف هو لا فاسون دو فير سي كو خاطر سي سور سيليكسيون احنا ما نعبيوش الكلاسات سانسيرمون في بالي ما نعبيوش الكلاسات دونك نوصلوا ان سيغتان افكتيف اي اون اريت لي انسكريبسيون خاطر كون تو ديباس ان سيغتان نومبر في كلاس لا البروف ينجم يعطي لازمنا من تويكا نطلبوكم ونتصلوا بكم ونعملوا حتى الفيزيت لل يبوف فينير ينجموا يجيو وقت اللي يحبوا مرحبا بهم ما فما حتى مشكل يدخلوا سور لو سيت دو ليزات www.esat.ns.tn يعملوا لافيش دانسكريبسيون اي ابخي سا اون فيت يا ان دوسي هما يبعثوا لو دوسي نتاعهم باللي ديبلوم اكسيتيرا ابخي لا سيليكسيون احنا اون لي كونتاكت اي فيان اي باس ان اونتروتيان و تلي فاسون مرحبا بالناس الكل تنجم تجي و ال فيزيت وتشوف سورتو لي سيمولاتور لو بوينغ و الايربوس اللي موجودين في ليزات خاطر سي دي فري سي لا سيمولاسيون دو فري كوكبيت. قلت في طياره بالحق وي طياره بالحق. اكزاكتومون. ميرسي يا مدام بن عمار يعطيك الصحه مدام عائشه بن عمار على المعلومات هذه وان شاء الله كل نهار احد باش يكون عندنا معلومات على ليزات ونعاود نذكروكم بالادغاس وبالتليفونات وبالسيت اللي تنجموا معناتها تتصلوا بهم من خلاله وتعمروا لافيش من توا انا نقول اذا كانت تحب تربح بلاصه انا بالحق تربح بلاصه على خاطر ماهيش جوست تعمل فورماسيون وكاو تعمل فورماسيون وتجارانتي اللي انت تلقى خدمه وتلقى فورماسيون وتلقى بورس على خاطر عندكم برشا شراكات عالميه واللي هي حاجه باهيه برشا دونك خلينا تويكا نرجع بحذا الشيف سامي مشكوره فاطمه نوصلوا تو للفولوفون كما قلنا قبيله باش نعملوا بالفخوماج والتون دونك باش نستحقوا تون البدر كما تشوفوا كامل انا اخترته اليوم بالزيت النباتي دونك جوست باش نكرازيوها شويه مع هو معدنوس انا ما ذبلتوش المعدنوس وزاد كيف كيف البصل باش يقعد هاك الكروكون نتاعو سيرتو البصل شويه كبار وشوا اللي ما يحبش كبار بيان سور نجم ما يحطش شويه زيت ونكحل ولف حاد جوست ملح وفلفل اكحل زاد ما نكثروش
وجبن 3 فرماج من عند مرياح الراتي كما تشوفوا لهنا، باش نشخشخوهم بالفخوماج. من بعد باش نزيد فوق الفولوفون، دونك هذوما باش نزيدوهم كعبتين عظم، وباش نخلطوا الكل مع بعض. كان حسينا شيه زاد نجمو نزيدو كعبة أخرى. نتصور صافا. الفارس نتاعي حاضر، توا باش نبدا نعبي بالكعبة بالكعبة. ما ينزلش عليها بالطبيعة برشا، جست هكا، وباش نزيد شوية جبن. دونك أنا باش نكمل نعبي لي فولوفون تاعي، ومن بعد باش نرجعو نشوفو بيان سور الجراتان تاع الخضرة اللي اخترنا اليوم كيما قلنا سفناريا والقرع الأخضر. ميرسي شيف يعطيك الصحة. نعاود نذكر بالبرومو الموجودة مع مرياح، دونك نلقاو جبن المرحي لمفة واحد بعد ما كان 9875 ولا ب 7900 ويا بلاش، دونك 250 غرام تتمتعوا بالجبن هذا، نجموا نستعملوه في برشا حاجات الطاجين كما كان يستعمل زاد الشيف كل مرة يفوح لنا به حاجات بنينة. دونك نعاود نذكركم زاد أنه راهو الكمية نتاع البرومو هذه راهو محدودة، دونك اطلبوا من توا مرياح توصل لكم البرودوي هذا اللي هو جبن مرحي مفوح 250 غرام لوين انتم موجودين في تونس الكبرى. دونك ديما فما دلال مع مرياح وفما دي برومو. خلينا تويكا نحكيو ارقام، مش 9700 وكذا، نحكيو تويكا المسيره في الحياه بالارقام نتاعنا. الو باهي فطومه، اليوم باش نحكيو على الرساله في الحياه، لا ميسيون دو في. دونك كل انسان جاي للدنيا عنده رساله معينه ومحدده في الحياه في الارض، فما رساله انفير الناس الكل، وفما رساله بيان سور ليك انت زاده اللي انت لازمك تتعلمها باش تنجم تكون ايبانوي وفرحان اكثر. المسار باش اليوم باش نحكيو على مسار الحياه، يعني رساله الحياه باش نشوفوها خاصه، هو كل انسان عنده برشا مهام، ولكن المهمه الاساسيه الاولى اللي هو بنعقاوه بمسار الحياه كي نجمعوا لادات دو نيسانس الكل، دونك يوم الميلاد مع شهر الميلاد مع سنه الميلاد، واللي هو مسار الحياه يمثل قلنا رساله الانسان في الحياة، وهذا يوري ياسر من طبيعة الشخص، من المواهب نتاعو، من الصفات الموجودة عنده زادة كيف كيف، واللي تأثر بطريقة إيجابية ولا سلبية زادة في حياته. وبيان سور شومان دو في هذا كي نعرفوه باش نعرفوا كيفاش نتغلبوا على مصاعب الحياة. باش نبداو بكل شومان دو في، كل الناس الكل باش نعرفوا كل واحد شنو المهمة الأساسية عنده. نبداو بالشومان دو في واحد، دونك احنا ساعة كيفاش نحسبوا المسار الحياة، دونك قلنا جور دو نيسانس موا دو نيسانس اني دو نيسانس. حتى كان مثلا انت مولود لو دو مثلا ومقيدينك لو 8 ناخذوا بالمقيد، ديما قلنا ناخذوا بالمقيد اللي في البلديه اللي في البلديه هو اللي باش يكون ياثر عليك، كيما انت عندك شومان 3 تنتبعوا بعديك شومان 3 شنو باش يقول علينا. احنا اليوم شنو باش نعملوا؟ قلنا دونك شومان دو في جور دو نيسانس موا دو نيسانس اني دو نيسانس. حبيت المره هذه ناخذوا كل شومان ونعطيو من المشاهير شكون عندنا، وفي نفس الوقت نحكيو على الشومان هكاك الناس الساده المشاهدين ينجموا يركزوا اكثر. نبداو بشومان دو في واحد. شومان دو في واحد باش نلقاو عندنا شاكيرا وليونيل ميسي. رقم واحد هما الناس اللي يحبوا يكونوا ديما نمبر 1، دوك باش يعملوا كل شيء باش يكونوا نمبر 1. رسالتهم في الارض انهم يكونوا دي جيد للناس، يحاولوا يبوست الناس باش يكونوا يخرجوا احسن ما عندهم. في نفس الوقت جماعه رقم واحد باش تلقاهم يتغشوا ياسر كي ما تصيرش الحاجه اللي هما يعملوها، هذاك علاش شاكيرا عملت المقلب الاخراني في راجلها وقت اللي هو صارت الخيانه وكل شيء، هي طلعت اغنيه واشتهرت وكانت نمبر 1 زاده، خاطر يعرفوا جماعه شومان 1 كيفاش يستغلوا المصاعب باش يحطوهم في صالح نتاعهم. صح. وفي نفس الوقت ليونيل ميسي شومان 1، دونك باش يعمل كل شيء باش يكون هو نمبر 1، وفي الاخر لا كارير نتاعو ما وفات كان ما ولا نمبر 1 وخذاه هو احسن لاعب في اخر
اكبر الكوب دو مون. دونك احنا كل مره باش نحطوا لي دات نتاعهم نتعداو للشومان دو. الشومان دو هما للناس اللي فوالا فما عندنا باراك اوباما وغابرييل كوكو شانيل. دونك جماعه الشومان دو هما الناس الحساسيين الحساسين ديما ديما كيما نقولوا كل شومان ديما عنده مربوط بحروف معينه. نعرفوا كل حروف كي يبداو عندك راك باش نلقاوك اوتوماتيكمون تعمل لا ميسيون نتاعك. كي يبداو باش عندك باش تلقى الحياه الكل تهز فيك باش تعمل. جماعه الشومان دو باغ اكزومبل الناس اللي عندها الحرف البي وحرف التي والكا باش تلقاهم وحدهم اوتوماتيكمون عندهم الدبلوماسيه ديما حياتهم الديبون من شكون من امهم من اختهم من حماتهم من فما شكون ديما ياثر فيهم ديما لازمهم دبلوماسيه ديما يسون بريس سومي. نقولوا نحن شو معناه سومي؟ سومي ليزيفينمون مش هما اللي يحركوا ليزيفينمون يتجبروا باش يعملوا حاجات معينه. علاش؟ خاطر رقم اثنين هو ساعه رقم الانوثه ورقم في نفس الوقت الناس اللي جايه للحياه ساعه في الارض باش تلطف باش تحسن باش باش يعني تستعمل ياسر دبلوماسيه باش تتعامل مع الاخر. اللي ما عندهمش بي وتي وكا يبداو عندهم لا كومبيتونس هذه ماهيش ياسر قويه معناها تلقاهم ما يتفاهموش فيه ساعه تلقاهم كلمتهم كما يقولوا يقولوها في يقولوا كلمتهم ما يزينوهاش ولا بلاش دبلوماسيه دونك يلقاو برشا مشاكل. فاول ما يتعلموا انهم يعرفوا كيفاش يلطفوا ويعرفوا كيفاش ياخذوا العبد وكل وقت حياتهم باش تكون احسن. علاش حطيت انا هوني غابرييل كوكو شانيل وباراك اوباما؟ جماعه رقم اثنين هما الناس اللي ديما لازمهم شكون باش ينجموا يعطيوا احسن وينجحوا اكثر. باراك اوباما نعرفوا اللي كانت مرته ديما السند الاول ليه. علاش؟ خاطر جماعه رقم اثنين كلهم ديما يستحقوا شكون. دونك اي عبد اي راجل عنده رقم اثنين نعرفوا اللي ينسى باش تبدا متقلقه شويه من رجلها خاطر لازمه مراه في الدار ومراه في الخدمه ومراه مش بالضروره معناها يكون فما كلاسبين تاع الخيانه. شنو معناها؟ معناها في خدمه مانيش بيعمل حتى شيء كان معاها مراه اذا كان هو راجل. علاش؟ إلي انسبيغي اكثر. لازم نحسب انا توا. إلي انسبيغي من وجود المراه ذكاء المراه لو فات اللي هو يحكي معاها ويتعامل معاها يحس روحه جاوه افكار احسن مش بالضروره خيانه ولا فهمت. دونك رقم اثنين انت كيما تحب واش يخونك كون انت صاحبته وحبيبته واخته وكل شيء في الخدمه في الدنيا. لازم خاطر هو محتاج للاخر وما ينجمش الراجل يعبر على ضعفه دونك تلقاه اوتوماتيكمون يمشي من غير ما يحس هاللو بيزوان. دونك رقم اثنين ديما حاجته بالاخر وشفنا نجاح باراك اوباما مع مرته كيفاش وهي مساندته. بالنسبه للكوكو شانيل حبيت نوري انه رقم اثنين كل دومين عنده علاقه بالانثى باش يتعامل مع نساء ولا حاجه في البارفان. عرفوا احنا كوكو شانيل بارفان وحويج و اي وغابرييل فوالا غابرييل هي اسمها مسمينها كوكو شانيل فوالا. دونك خاطر هي خرجتها هي باسمها هي فهمت. دونك فوالا دونك هذيك علاش الرمز الانوثه الكل. نتعداو للشومان 3 اللي هو الشومان تاع فطومه. اي دونك حبيت دونك الشومان 3 شكونهم هما؟ الشومان 3 جايين قلنا احنا شومان الاول باش الناس يدزوهم لقدام، شومان دو باش يلطفوا العلاقات ويحاولوا يحسنوا من العلاقه مع الناس، شومان تخوا جايين باش يكونوا اوبتيميست وباش ينشروا كل ما هو عنده علاقه يعني باش يجيو باش يكونوا صح التفاؤل باش يكونوا شمس تضوي حياه الناس وحياتهم هما. فوالا دونك هذه ونقعد انا ظلمه سنتين. المهم الاساسي انه هما يطلعوا بالكدا بالكدا وهما يتشهروا هما يعملوا حاجات كرياتيف وهما لازمهم يكونوا متفائلين ويدزوا الناس معناها حتى بطريقه ساعات مثلا اي ايجا نعطيك ان بون بلان اي ايجا شقاو لك نساعدك في يعني ساعات المساعده نتاع جماعه شومان 3 تكون بالنسبه لي حاجه عاديه ولكن هي ياسر عندها برشا مفعوله على عندها مفعوله على الناس الكل معناها يكون خاطر هما شنو هما ناس عندهم ياسر قبول جماعة الشومان 3 الحمد لله وديما كل شيء يجيهم باللطف ويتهزوا كل ديما كما نقولوا احنا مش شعره من العجين تجي فيها هي وكل شيء الحمد لله يتعدى لاباس. اي دونك اي حد باش يعمل كونتاكت تو انا كونتاكتي فاطمه باش تعطيني مك الرزق نتاعها هي ومن الضو نتاعها على خاطرها وين باش تكون موجوده دوك اللي باش يلصقك باش يكون برشا دوك اللي باش ياخذ من شومان 3 دوك باش يزيد يطلع على خاطره جاي ديجا ولازمه ديما هو يكون فرحان ويفرح الناس ويحاول كيفاش ديما زاده باش يفرح روحه خاطر جينيرالمون فما دو كاتيجوري اللي عندهم سي و ال و وحدهم بطبيعتهم باش تلقاهم وين يمشي والناس كلهم تقول له محليك ومزينك ومحليك فهمت. اللي ما عندهمش تلقى عندهم بالعكس مشكله نتاع كومينيكاسيون دونك حياته كل باش يعمل باش هو يظهر تلقاه يظهر غيره قبله هو. خلينا دو زوز امثله
دونك المثال الاول عندنا الفنانه احلام دونك نلقاوها ديما ما تنجمش تتعدى غير ما تشوفها خاطر ديما تظهر تظهر بمجوهرتها بلبستها بدنيتها صحيت في نفس الوقت شاركت في ديزيميسيون اللي طلعت ناس دونك هوني كيفاش احنا باش تطلع ناس وتظهرهم دونك الكل تابع للشومان نتاعهم الشومان نتاع التلافه وبالنسبه لكريستيانو رونالدو فما شكون ما يحبش كريستيانو رونالدو انا من اكثر الناس اللي المحبوبه والناس الكل تبدا تتخاطف فيه ولا تحب تاخذ تصاور معاه وكل شيء علاش هما هذوما عندهم شومان نتاع الحظ دونك حتى الحظ يكون اسهل وثنيتهم تكون زاده كيف كيف اسهل بارابور للاخرين نتعداو للشومان 4 دونك شومان 4 زعما شكون باش يكون عندنا الشومان 4 نتاع الاستقامه دونك باش نلقاو البيجي قايد سبسي الله يرحمه وفيروز اي دونك جماعه هذوما ال4 وال22 هذوما الناس اللي قلنا باش يجيو يخليو الحياه مسطره وباش يتلهوا سورتو بالوطن ويتلهوا انه يخليو ارث ارث للبلاد دونك المهمه الرئيسيه ليهم تقول فيروز قول لبنان صحيح تقول فيروز قول لبنان وتقول الباجي قايد السبسي تقول زاده كيف كيف تونس في سورتو في المرحله الاخرانيه الله يرحمه اي دونك مش يعني كل اربعه و22 يا باش يكون مستوى مثلا في عائلته باش يكون عنده دور مهم يعني اي حاجه باش تزيد تخلينا كبير 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 الدار كبير الدار كيما الشجره الكبيره اللي عندها قداش جماعه الشومان 4 عندهم مشكله مش نقولوها لهم توا باش هو ما يحسش روحه وحده اللي هو ديما فما مشاكل عندها علاقه بالخدمه اهم حاجه عنده هي الخدمه اي دونك تلقى سواء ناس عندها صعوبات باش تلقى خدمه ويقعدوا حياتهم كامله حتى كان عندهم خدمه ديما يحسوا لي مستواهم اعلى برشا من الخدمه اللي هما يخدموا فيها اي دونك بشويه بشويه حتى لين يوصل على خاطر شومان 4 الحاجه الباهيه انه كي يبني يبني حاجه فوقها يعني ما تتهدش حياته فرد مره يعني انا المره هذه خدمت مثلا في السيكوريتي بعد باش تقاني نخدم مثلا في شركه باش ناخذ بوست باهي حتى لو كان معناها انا بديت بحاجه معناها اقل وبعديك باش قال نجم نولي مدير وبعد المدير نجم نعلى يعني حتى لو كان نورمالمون المستوى نتاعك ما يوصلكش تلقاها الدنيا باش تخليك تجبرك انك تعمل مجهود اكثر باش توصل اعلى المراتب حتى لو كان فاتتك الفرصه من الاول خاطر هما يمشيو دبا دبا نتعداو للشومان 5 دونك عندنا بيان سور انس جابر وعندنا مارك زيكنبرغ فوالا اللي هو مخترع الفيسبوك جماعه السانك هذوما هما عندهم مهمه اساسيه في الحياه وفي الارض في انهم ينقذوا كيما لي بومبي نقولوا نحن اللي في اي صعوبات هما اللي يهزوا الناس ياخذوا ياسر ريسك سورتو الناس اللي عندها ان او او دبليو في اسمهم ولقبهم هذوما ناس اللي عندك اي مشكله تلقاه في سافيس علاش خاطر يل سادابت يل تري بوليفالون بيان سور اللي ما عندهمش الحروف نتاع الاو والان او دبليو في تلقاهم العكس تماما نحن توا قاعدين نحكيو اللي حد في الشومان نتاعو قاعد يؤدي في الرساله نتاعو دونك في نفس الوقت الناس لازمها تتحرك كانك ماكش معامل مثلا لازمك تعمل سبور باغ اكزومبل دونك اكثر لي سبورتيف باش تلقى عندهم رقم خمسه موجود كيلكو باغ والا في الشومان دو في وهوني عندنا ديجا انس جابر عندنا زاده كيف كيف الشومان 5 ولا الناس اللي باش تنقذ العالم بطريقه نتاع التكنولوجيا ولا حاجه اللي مثلا كان فما ملل ها وجانا فيسبوك مثلا ها وكان كان عندنا اي مشكله تتشاف هو جماعه الخمسه هما اللي اخترعوا المخترعين تلقاهم رقم خمسه والناس اللي مقبل كان نحكيو على الطيران وكل شيء اكثر ناس اللي تاخو المهن نتاع لي بيلوت ولا تيس ولا واللي في الاسكال والكل اي حاجه عندها علاقه بالفضاء والوسائل الترانسبور الكل يكونوا عندهم لازم يكون عندهم شومان 5 كانوا ما كملش قرايه شومان 5 مولات الموت دونك الناس اللي تمشي هما اكثريتهم شومان 5 ويكونوا يحلموا زاده كيف كيف باش يكونوا دي بيلوت دو ليني وباش يكونوا يعملوا خدم من النوع هذا نتعداو للشومان 6 شومان 6 باش نلقاو نصيف زيتون شومان 6 باش نلقاو نصيف زيتون ووردة الجزائرية الله يرحمها الله يرحمها دونك شومان 6 هذه نتاع الناس الحنينين اللي كي فون ماتيرني الناس الكل اللي المسؤولين اللي عندهم المسؤولية اللي عائلتهم أهم حاجة اللي يسبقوا كل شيء يعني يسبقوا عائلتهم على حساب كل شيء مهما يكون وفي نفس الوقت جايين باش يلسواني الناس الكل دونك تشوف أنت كل شومان عنده مهمة أساسية والناس كلها نتعاونوا مع بعضنا دونك عندنا نصيف زيتون ديجا معروف اللي هو حنين وديما يحكي على والدته وديما يحكي على عائلته كيف كيف ورده جزائريه زاده كيف كيف عملت بوكو دو ساكريفيس على لا فامي نتاعها اخر لحظه رجعت اخر لحظه جماعه رقم سته هذوما عندهم دور اساسي في عائلتهم تلقاهم ديما عندهم مسؤوليات قد ما يحاولوا ينقصوا من المسؤوليات يكون احسن وين ينقصوا المسؤوليات اش معناها هما جايين باش يعملوا المسؤوليه ما نجموش ينقصوا اما فيش في انهم خاطر جينيرالمون يسبقوا ديما الاخر
على رواحهم. على رواحهم. فنحن لازمنا يكون فما توازن. اللي ما عندهمش اف و او اكس تلقاهم الشوما ما مش قاعدين يعملوا فيه بالكدا، تلقاهم بالعكس شكايين. وحنا الشوما سيس اللي يطيحك معنا كيما قلنا نوت اليميناتوار نتاعهم انك تشكي. لازمكش تشكي، اعمل قد اللي نجم، اقل قد اللي تنجم، وحاول شكون يعاونك ويساعدك. دونك هذوما جايين في الارض باش يعاونوا الناس وباش يعملوا مسؤوليتهم من غير ما يشكيوا، من غير ما يقعد يقول انا عملت لك وانت قديت لك وانا قديت لك وانت ايش قديت. لا، هما جايين اصلا باش يعملوا المسؤوليات نتاعهم. نتعداو للشوما سيت. شومان سيت هو اصل الشوما للناس السبيريتوال، هما اصل الناس اللي هما عندهم روحانيات ياسر كبيره. يعني تلقانا نلقاو مثلا الشيوخه والناس اللي متدينين على الاخر، وكنا نلقاوهم رقمهم سبعه. ولكن في نفس الوقت هو للناس اللي ماهيش مفهومه ياسر يعني، وفي نفس الوقت زاده للناس اللي الروحانيه نتاعهم تكون في قلوبهم ما تتشافش. يعني انا حبيت ناخذ دوكا اللي ممكن ما يتشافش عليهم، ما تجيش البالك اللي هما روحانيين. ولكن ساعات حاجات صغيره تنجم تصير توريك. مثلا عندنا جورج واسوف اخر مره الله يرحمه ولده، وقت اللي توفى مالغري اللي هو مسيحي، وقال لهم نحب نسمع قرآن. القران. فهوني علاش؟ على خاطر هو عنده لو شومان تاع السبيريتواليتي، عنده علاقه خاصه بينه وبين مولاه. وفي نفس الوقت اخترت مغلي مورو خاطر زاد رقم سبعه هو للناس اللي تتعرف بالجماليه نتاعها وبالجمال نتاعها، تلقاها لو موند نتاع يعني برشا ناس تتجه مثلا للتجميل الكادومين، معناها تلقاه يا طبيب تجميل، يا تلقى يعني يا حال الكلينيك نتاع تجميل، يا اي حاجه مادام فما رقم سبعه سيكو فما الجماليه. ولكن جينيرالمون مفهومين بالغلط، وعلاقاتهم مع الرجال ما تكونش احسن حاجه رغم الجمال ورغم هذايا الكل. وهذا مغلين مورو عاشت حاجات كيف ما هكايا، بما انها رغم الجمال نتاعها والناس الكل تغزر لها باعجاب، ولكن كيف حياتها ما كانتش سهله، سيرتو فاشله في العلاقات. فوالا نتعداو للشومان 8 باش نلقاو، هي الشومان تاع الفلوس ولا جوستيس، باش نلقاو روجي فيدرير ونيلسون مانديلا. دونك هذوما بالنسبه لروجي فيدرير، دونك معروف اللي هو نجح في برشا، خذا برشا دي تيتر وتبارك الله، معناها فلوسه زادت وكل شيء، عينينا ما تضروا. دونك جماعه الشومان 8 هما الناس اللي ساعه جايين باش يخدموا برشا ناس، وفي نفس الوقت باش يكونوا عادلين. وقت اللي يظلموا جماعه شماويت يتحاسبوا في 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 صحتهم. دونك لازمهم الاول الفلوس اللي عندهم ديما يستثمروهم، يخدموا ناس، يحاولوا باش جوست يكتسوا كهو. لازمهم يعملوا حاجات ماديه تكون موجوده، ولكن في نفس الوقت لازمهم يكونوا عادلين. كل ما يظلموا كل ما هما يتضروا. في نفس الوقت لا جوستيس نيلسون مانديلا، معناها ما فماش اكثر منه دفاعا على جوستيس. دونك حبينا نقولوا انه راهو شماويت هما الناس قويين وصعب برشا، الخير ديما موجود عندهم، سورتو الناس اللي عندها حروف الاش والزد والكو، اللي ما عندوش باش تلقاه يلوج باش انه هو يكون ثري اكثر، ولكن موجود باش يستعمل لك الفلوس في خدمه البلاد وفي خدمه العالم وفي خدمته هو وخدمه الضعفاء، كي ما يستعملش هكاك بيان سور باش يمشيو في حاجه اخرى. نختموا بالشومان 9. دونك شومان 9 احنا ساعات نقولوا اعطيني، واحد تقول له اعطيني ولا سلفني يقول لك خذ سخاني ماخ تيغيزا. علاش؟ على خاطر شومان 9 هما الناس اللي جايين باش يعاونوا، باش يحسوا بالاخر، خاصه انك القضايا الصعيبه اللي ما نجموش نتحملوها تلقاهم يعملوا كل شيء باش يخليوا الدنيا تكون احسن، باش يتلهوا بالحيوانات، باش يكونوا سورتو سند لعائلاتهم، سورتو العائله الكبيره. دايوغ اكثر ناس تلقاهم مسكينه مساكن يعملوا برشا دي ساكريفيس للاخر، ديما يسبقوا الاخر وديما يعطي وديما وشويه. دونك الام تيريزا وغاندي من اكثر المشهورين الشومان 9 اللي موجودين واللي ديما معروفين للجو للبشريه الكل. وفي نفس الوقت الناس الاعلاميين زاد كيف نلقاوهم في الشومان 9، وجايين زاد كيف باش يقويوا باش يعاونوا الناس في كل شيء في لي دومين الكل. يعني انا قد ما نعاون ونساعد وشويه، ولازم الناس هذوما هما ساعه جينيرالمون من الاول تلقاهم علاش يمشيو يتعداو للناس، تلقاهم من الاول راهو يبداو بانهم يعاونوا الناس ويلقاو برشا انغراتيتود. يعني انا نعاونك وفي الاخر حتى ميرسي ما تلقاهاش. اي دونك يوليو في الاخر يوليو يحبوا يعاونوا الناس الكل ويوليو ياخذوا المحبه للناس الكل. تصور انا جاي باش ننقذ الناس الكل، ونجي انا في كل مره نعطي فاطمه تقول لي ميرسي، باش نعطي فاطمه تقول لي ميرسي، مانيش باش نمشي نتجه للناس، خاطر انا لازم لقيت شكون يقول لي فوالا لقيت. باركونت كي نقعد كل مره نتغدر ولا نحس نولي نحب نعطي الماكسيموم بوسيبل باش نتغذى،
هذا بالحاجه هذه. وانا بيان سور اليوم بما ان احنا قلنا لا ريكونيسونس لازم نقول ميرسي الميزا غالي لبستني الحوايج المزيانين مدام ربيب عرعور، دونك ميرسي بوكو اللي هي زاده شومان نوف يعطيها الصحه، ميرسي على اللبسه المزيانه هذه يعطيها الصحه وميرسي مدام هكا ما تحب الميرسي شومان نوف. دونك صحه وفرحه. نمشيو لسهير مورو هكا ولا هذول بالسيت انت يا بالسيت انا دونك نمشيو للبوتي نمشيو للكرياسيون زاده سهير ونحكيو على بوكي. بوكي بوكي بون لا سيمين دامور شي بوكي احنا عندنا هو لوكازيون دو سان فالونتان وزاد كيف كيف عيد ميلاد بوكي جمعه هذه كل عام حيبكي عايشك. دونك احنا خصصنا لكم بروموسيون هايله على الاخر ارتيكل ديجا بلو دوموندي عام 2022 هذاك علاش حبينا نودوا كليوناتنا اللي يحبونا اللي عطاو فينا الثقه اللي هما ساتيسفي بالخدمه نتاعنا باش نودوهم ببروموسيون هايله هايله على الاخر. المره هذه اللي توصل ل 80% هايل اي المره هذه بروموسيون هايله بالحق في البرودوي كلاسيك اللي تشوفوا فيه هذايا. هذا هو برودوي خدمناه عملناه اللي هو اكثر موديل طلبا بالحق ومبيعا في بوكي. هذاك علاش حبينا نودوا كليوناتنا واللي يحب زاد يعدي في الموديل هذايا وديناكم بروموسيون 80%. الفوتو بوك هذايا كلاسيك يجم يهز لكم من 30 تصويره حتى ل 80 تصويره. معناها يعني عندكم الشواء كبير وهايل كيما العاده للتيم اللي تحبوا عليه بيبي مارياج فواياج خرجتنا الفامي كيما العاده تصاور اليوم في تليفوناتنا كيما العاده نجموا نحطوهم في بوكي مزيان وهايل يختاروا هما الكولور كيما العاده وزاد كيف كيف لا كاليغرافي لمسه بوكي المعتاده. دونك انا ما نجيبش نطول عليكم خاطر البروموسيون راهي تقعد جمعه. دونك اللي باش يحب يعدي كوموند كيما العاده يدخلنا على باجنا بوكي. المره هذه بيرمي تو اي بيرمي معناها تنجم تعدي في كل بلاصه سواء على الفيسبوك اي سواء على الفيسبوك سواء زاد على الانستغرام بوكي سواء زاد على الواتساب وزاد كيف كيف كيما العاده السيت نتاعنا اللي هو بوكي بوينت ان. معناها اي واحد باش يعدي كوموند على بوكي كامله باش يتمتع ب 80% في الارتيكل هذايا في الارتيكل هذا بالذات سور 30. دونك ما عليكم كان توا تدخلوا في صفيسة وتعديوا لي كوموند نتاعكم وتتمتعوا بالبروموسيون الهايله بالحق. دونك تليفوناتنا كيما العاده تنجموا تتصلوا بيا انا بون الواتساب الواتساب اللي هو 53 369 30. سينو تنجموا تتصلوا بيا انا 54 076 76. واي استفسار زاد كيف كيف تنجموا تبعثوا لنا دي ميساج على الباج فيسبوك ولا انستغرام وزيدوا تفهموا اكثر البروموسيون وتصوركم كيفاش تنجموا تبعثوهم وشو الكولوريت اللي موجوده. زاد عندنا الشوا كامل احنا من الاحد هذا للسبت الجاي هكا للسبت الجاي اي معناها في الفورما هذه هذا الفورمه هذا هو 80 تصويره بلاش الحق حاجه هايله على الاخر خاطرنا نحبوكم عيد الحب والانيفرسير وكل شيء ورقم 7. دونك بوكي تويتكم بروموسيون هايله يلا ادخلوا في صافي ساعه وعديوا لي كومونت. ميرسي بوكو سهير يعطيك الصحه. دونك نعاودوا ونذكروا تنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك بوكي ولا الانستغرام كيف كيف الواتساب نتاعهم اللي هو بيان سور 53 369 000. وكيف كيف السيت ويب نتاعهم اللي هو www.bookie.com معناها دوبل اي بوان تيان هكا ولا تبعثوا تصاوركم تلقاو فورما كامله تنجموا تبعثوها وتبعثوا فيها تصاوركم اللي توصلكم في 3 4 ايام. 3 4 ايام كما العاده ليفريزون نتاعكم فيها تصاور كل استغلوا 80% وعيد الحب وودوا الناس اللي تحبوهم. ميرسي بوكو سهير ميرسي ميز انفيتي نورتوني وشرفتوني يعطيكم الف صحه. استنونا في البارتي 2 من برنامج الويكاند باش نحكيو على كيفاش نحفظوا الخضره نتاعنا باش نحكيو على برودوي نتاع تجميل زاد مزيان وبرشا مفاجاه في الجزء الثاني. فاصل ونواصل. Thank you.
بن مرياح علاش ليه؟ سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟
حارة. أوبا ده كم ده يا عم؟ نايس ممتازة بنينا رائعة حلو بس حارة والله بس عادها قوية. طب ميسي يا لو عسل الله حارة حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوبة استخدمه. نادى ربه نداء خفيا من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا عهدت وفاة كان باب كانوا باب الجنة تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا مكاديرين بي. بسم الله والله أكبر نور المكان كامل نور هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن ده نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية LG Life is good. Thank you.